كل شيء هنا يدعو لأخذ الحيطة والحذر، سيول وأمطار تركت واقعا بيئيا مذريا بولاية النيل الأبيض، واقع شمل أرجاء الولاية المختلفة، فالأوضاع الصحية تنذر هي الأخرى بكارثة بيئية تمتد آثارها السالبة حتى على الريف والحضر. هنا يتبرم الناس من تراجع كبير في عمليات النظافة التي كانت تساهم في إصحاح البيئة. هو إهمال بشدة وإهمال متعمد. بالإمكانية أنه نحن نعمل المصارف، بالإمكانية أنه نصرف المياه، لكن الإهمال من المزولين والنظرة الذاتية والمكان الرفيع اللي بتغلد المزول ما بمستوى الخدمة اللي بيقدمها للمواطن. أول حاجة النفايات موجودة في الشوارع، موجودة في الأسواق، على الكباري، على الخيران، ونحن نطالب من المزولين يعني يقفوا بنفسهم يعني يتبعوا معاناة المواطنين، لأن احنا ما نجد أي مسؤول. حتى مدن الولاية الكبرى يشتكي قاطنيها من تراكم كبير للنفايات في المناطق السكنية والمحلات التجارية والمصارف الرئيسية، بجانب كثرة المياه الراكدة التي تعد بيئة صالحة لتوالد الحشرات الناقلة للأمراض. رش البعوض الطريقة الضبابية المزع، أنا أفتكر فيه نوع من التغذية والقوة للبعوض من خلال معرفتي للحاجة دي والعمل مع ناس الرش الضبابي. أنا بفتكر إنه الحاصل أسي هو دمار رش ضبابي، ده هو غش ضبابي. في ناس نفايات بمروا في السوق بيخلصوا النفايات، في يعني في جود، لكن ما جود ما كبير عشان الناس السوق يكون نظيف. وإن كان ده سوق كبير يعني حال المواطن بيشكي من الموية ولا وساخة مجدوعة في الشوارع، وإن كان الكاميرا قبل شوية تحدثت بصورة يعني إنه الوساخة ظاهرة أمام كل الناس يعني. لكن السلطات المختصة بالولاية تقول أنها بدأت في توزيع المعينات الطبية ونظافة المرافق الصحية والأماكن العامة. قامت حكومة الولاية بتوفير الميزانيات، وزارة الصحة أيضا قامت بصيانة الطرمبات واستجلاب طرمبات رش جديدة، وتم تعيين عمالة لعمال ناموس لرش البعوض والبرك والمستنقعات ومكافحة الأوبئة والذباب. أيضا تم توفير المبيدات اللازمة والعربات وكل معينات التي لإصحاح البيئة. ومع خريف ينذر بأمطار قذرة، فإن الوضع الصحي بالولاية يحتاج لمراجعة رسمية شاملة ومستمرة. أما المراجعات الصحية تبدأ من مثل هذه المستشفيات العريقة التي تفتقد هي الأخرى للأدوية الفعالة والأجهزة الحديثة والتخصصات النادرة. صديق السيد البشير، الشروق، ولاية النيل الأبيض، كوستي.